بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن البيزك ستاتستكس. البيزك ستاتستكس دي يعني اللي هي الادوات اللي احنا بنستخدمها عشان نتعامل بيها مع الداتا، ونبدا ان احنا نترجمها الى يعني حاجه مفهومه نطلع بيها بمعلومه كويسه، او ان انا ابدا استخدم الداتا دي في ان انا احسن الاوضاع اللي عندي او البروسيس الموجوده، وبالتالي الاوتكم وهو المطلوب يعني. فطبعا ازاي نفهم الديتا، وايه هي التستات اللي بتتعمل للديتا، وازاي احللها احصائيا، وطبعا اخيرا ازاي اعرضها واكتب تقرير مبسط عن محتواها علشان الناس القادة يبداوا يفهموا ايه المشاكل الموجوده داخل المؤسسه. كمان هناخد ازاي نقدر نحسب الاحصاءات دي يدويا، يعني هي حاجات بسيطه جدا يدويا، ضرب وطرح وقسمه وجمع وحاجات من دي إذا لم يتوفر الكمبيوتر يعني. طبعا الإكسل بيعمل كل الأفلام دي يعني. أنا مش عارف، ممكن نحط شوية حاجات للإكسل إزاي إن احنا ندخل الديتا ونبدأ نطلع الإحصاءات بتاعتها المطلوبة، المين والميديان والستاندرد ديفيشن والريجريشن والحاجات دي كلها اللي احنا هناخدها. فبسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله. أول حاجة ممكن نعملها في الديتا ونستخدمها ان انا اعرف السنتر بتاعها، ميجرمنت اوف لوكيشن. لوكيشن موقعها، موقع الداتا فين، متجمعه فين، وهدف التجميع ايه. السنترال تندنسي بيديني فكره قويه جدا عن اسباب تجمع الداتا في الحته دي، ولما الداتا بتتجمع في مكان معين يبقى ده معناه ان حاجه كويسه. لو الداتا بعيده عن التجمع ده حاجه غريبه. خلينا نوضح الكلام ده اكتر شويه. دلوقتي الميجرمنت اوف سنترال تندنسي او الميجرمنت اوف لوكيشن معناها ايه الكلام ده؟ ده ذا ديجري اوف كلاسترنج اوف ذا فاليو اوف ا ستاتستيكال ديستريبيوشن. انا بدور على السنترال الداتا، فالتعريف بتاعتها في مليون تعريف، انا لقيت تعريف ظريف كده ممكن يقرب المفهوم شويه. ذا ديجري اوف كلاسترنج، كلاسترنج يعني متكلكعين جنب بعض كلكيعه كده. of the values، الفاليو دي متجمعه مع بعض في وضع اسمه statistical distribution. خلينا نوضح كلمه clustering الاول. الكلاسترنج يعني كل فئه متجمعه مع بعض، تمام كده. ولو احنا لاحظنا هنلاقي فيه ان هنا في النص هتلاقي فيه تجمع شبه اللون احمر كومبليتلي يعني، لكن لما تيجي تبدا تبعد بعيد الاكستريميتيز هتلاقي فيه ايه، سكاترد فاليوز موجوده بعيده، وهكذا في كل الالوان. في صوره تانية كده انا عايزكم تركزوا فيها قوي. هنا في كام لون؟ هنا في اربع الوان مش ثلاثة، في الاخضر والازرق والاحمر وفي اسود. بس انت تقول ان دول كلاسترنج متجمعين صح، والاسود ده هو له حد اهو يعني، حد كبير جدا واخد مساحه كبيره جدا، فهو مش متجمع، هو سكتر منتشر. يبقى التجميعه ان الفاليو تكون متجمعه جنب بعض لازقه مع بعض في مكان معين، وانت خارج يعني كل ما تبعد بعيد، تبعد في الاكستريميتيز تلاقي ايه، بتبدا تتنطر شويه. للتوضيح الكلاسترنج اكتر شويه، البوبوليشن احنا بنعيش فين يعني، ده العالم. الحتت البيضة دي كلها غير مأهولة بالسكان. الحتت البني والاغمق شوية والاغمق والاحمر ده دي مرتكزة فيها السكان يعني. مثلا على سبيل المثال، طبعا الصورة صغيرة شوية، بس شوف مصر مرتكزة، كل السكان مرتكزين في الدلتا. طيب ليه الناس مش ساكنة هنا مثلا؟ ليه الناس مش ساكنة هنا؟ ليه الناس مش ساكنة هنا؟ ايه السبب يعني؟ ليه مش هنا؟ ليه مش في استراليا؟ مش هنا؟ سهله، الحته دي سيبيريا بتاعت الجليد ده، الشمال كله يعني، منطقه صعبه جدا البني ادم يعيش فيها لان الظروف مناخها مش حلوه. كمان هنا في جبال الهيمالايا، هنا مين هيسكن في الجبال؟ مفيش حد. هنا الصحراء الكبرى، مفيش حد ساكن في الصحراء هنا خالص يعني. هنا برضو كندا نفس الوضع، التلج وكلام من ده. هنا في صحاري وفي جبال، هنا في صحاري وفي جبال. يبقى اذا الناس بتكلاستر فين؟ في الاماكن اللي تقدر تعيش فيها. معلومه مهمه. المثال الثاني اللي هو توزيع الذئاب على العالم كله. طبعا في انواع كتير من الذئاب، زي ما احنا شايفين كده كل لون بنوع. فده 1 2 3 4 5، دول 13. 13 نوع موجودين في العالم، متوزعين زي ما احنا شايفين كده بالظبط. دلوقتي هل مفيش استنتاجات ممكن ناخدها؟ زي مثلا ان مفيش
ذئاب تحت خالص في الحته دي، مش ممكن يعني. كل افريقيا كلها ما فيهاش، الحته اللي تحت جنوب افريقيا دي ما فيهاش، وفي سبب لوجودهم في الشمال، الناس مش موجوده فيه بس الولفز موجوده فيه. يعني تخيل مثلا جرينلاند دي، شوف فوق خالص في التلج عايشين. اذن التوزيع دي لها سبب. طيب المفهوم الثاني اللي عايزين نفهمه في التعريف بتاع السنترال تندنسي، الاستاتستيك ديستريبيوشن. يعني ايه استاتستيك ديستريبيوشن؟ ده a list showing all the possible values of the data and how often they occur. تكرار الداتا دي بتتكرر، فانا كل ما تيجي داتا وتتكرر بسجلها وابدا اخد الايام في التكرار او الحدث في التكرار، وبالتالي هبدا ارسم بار تشارتس لايك زي ما احنا شايفين كده، اللي هي العواميد دي زي دول كده، العواميد الكبيره. بعد ما اخلص رسمه البار تشارت طبعا حسب الداتا، واحنا هناخد الكلام ده قدام، يعني هبدا ارسم كيرف الطرف بتاعها كده، اعمل عليها كيرف. معناه ايه الكلام ده بقى؟ معناه ان بعد لما اعمل الكيرف، بعد ما ارسم الداتا بتاعتي بالبار تشارتس، بتاخد شكل معين، شكل كيرف. يبقى الستاتستيك ديستريبيوشن هو اي حاجه تحت الكيرف، اي معلومات موجوده تحت الكيرف. مفيش حاجه هنا اصلا، يبقى المعلومات متقسمه بالشكل ده، اسمه ستاتستيك ديستريبيوشن. في بقى حاجات انواع كتيره بقى، نورمال ديستريبيوشن، تي تيست ستودنت تي تيست ديستريبيوشن، كاي سكوير ديستريبيوشن، هنتكلم عن الحاجات دي كلها ان شاء الله. ممكن نقول على السنترال تندنسي او الداتا اللي بتطلع من السنترال تندنسي او الرقم او الفاليو اللي هيطلع ونقول عليه ان ده في السنتر، ممكن نقول عليه ان هو اسمه تيبيكال داتا، سنترال داتا، ميدل فاليو، افريج فاليو، تيبيكال فاليو. كل الحاجات دي مفاهيم لحاجه واحده بس، ان في سنترال تندنسي للفاليو ده. وايه هو السنترال تندنسي؟ القيمه التي تتجمع حولها الداتا وفي سبب لها. طب انا هقيس الكلام ده ازاي؟ لازم تكون عندي تولز تقيس السنترال فاليو ده. فانا عندي اربع حاجات، المين، ميديان، مود، ويتد مين. دول اللي موجودين في الكتاب بتاع جان براون. طبعا في حاجات مينز كتيره جدا، انواع واشكال غريبه، لكن ده الاساس. يعني احنا هنبدا نتكلم على كل طريقه نقدر نقيس بيها، اللي هو المين والميديان والمود والويتد مين. فهنبدا بالمين الاول. ايه هو المين؟ اللي احنا خدناه في ابتدائي واعدادي والحاجات دي، اللي هو المتوسط الحسابي، بنسميه احنا اريزماتيك مين، واحيانا بيسموه افريج. خلاص خدوا بالكم يا جماعه، لو الكلام مكتوب في الاسئله، لو مكتوب مين، انا عايز المين، وارد ان هو بيتكلم على ديتا، نوع الديتا اللي انا بستخدمها، ممكن اخد فيها مين وممكن اخد فيها افريج. هفسر الكلام ده دلوقتي. مين ممكن استخدمها في الديسكريبتيف ديتا وممكن استخدمها في النيوميريكال ديتا، انما لو قال لي افريج يبقى هو بيتكلم عن نيوميريكال ديتا. مين وارد ان تاخد الاثنين الكبار، النيوميريكال والنون نيوميريكال، لكن لو قال افريج في السؤال يبقى هو بيتكلم على حاجه نيوميريكال. في شويه مبادئ كده هفكركم بيها كنا اتكلمنا فيها قبل كده. البوبوليشن بيرمز له بالرمز بي. البارامتر اللي هو القياس اللي طالع من البوبوليشن ده اسمه بي برضه. السامبل اس، والستاتستكس النتيجه اللي طالعه من السامبل، سامبل ستاتستكس اسمها اس. النمبر اوف داتا سيت ان ا بوبوليشن، لو انا عندي بوبوليشن زي مثلا الولفز زي احنا قلنا كده، كلهم اللي على مستوى العالم كلهم، ابقى انا واخد الداتا كلها، يبقى ده ان كابيتال. انما لو انا خدت عينه من الولفز دول بتوع امريكا بس، بتوع مش عارف كندا بس، بتاع جرينلاند، يبقى انا بدلها ان سمول. في مفاهيم تانية كمان، ودي مهمة قوي، لان هي لغة الاستاتستكس في الفترة اللي جاية دي، هو الحروف الاختصار. يعني الحروف دي حروف جريجي او يوناني. لو انا عندي حاجة اسمها، باخد حاجة اسمها population mean، انا هاخد central tendency بتاع population كاملة كبيرة، يبقى انا بدلها الحرف بتاعهم M. M عندهم اسمها mu، اللي هو الرمز ده اللي هو الام السمول،
عندهم الشكل ده. لو انا هاخد سامبل مين، هاخد سامبل وهاخد منها المتوسط الحساب بتاعها، ده اسمه اكس بار، حرف اكس وحط بار فوق، مش موجودين في الليسته دي. السم اوف مجموع بنستخدم فيه رمز اسمه سيجما، بس سيجما كابيتال. شايفين السيجما السمول دي، دي او دي، لكن احنا هنستخدم دي. سيجما التانية دي هنستخدمها في حاجة تانية قدام شوية، ربنا يسهل الحال. الحاجة اللي بعديها اللي هو السب اي. لما تسمع كلمة سب اي دي معناها from one to n، من واحد لاخر الاعداد اللي موجودة في اي داتا سيت. يعني مثلا انا عندي داتا فيها 13 فاليو، حبيت اقول مثلا اكس، هقول اكس والاي دي احطها تحت تبقى صغيرة، عشان كده بيسموها سب اكس سب اي من 1 ل 13، هتيجي وهنظبطها ان شاء الله. طيب معلومات زيادة بس كده، هي مش موجودة دلوقتي وهتيجي قدام. يا جماعة في حاجة اسمها كاي سكوير تيست، احنا عارفين كلنا الكاي، نسمع عنه يعني. كاي سكوير تيست ده الرمز كاي اهو اللي احنا شايفينه ده، اللي هو الاكس يعني، بس الكاي ده اللي هو السمول بتاع الاكس، تمام؟ وبيقول كاي سكوير يعني الكاي دي عليها متربعة، عليها 2 من فوق كده يعني، بس ده الكاي سكوير تيست. الفا وبيتا وجاما ودلتا متهيألي خدناهم في الفيزياء والكيمياء والاحياء، كابا خدناها، لامدا خدناها زمان، حاجات كلها خدناها يعني درسناها قبل كده يعني.